وللحديث أكثر انضموا معنا من جدة رئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الذيابي. أهلا بك أستاذ جميل. خليني أبدأ معك أستاذ جميل، ماذا يعني محاولة استهداف منشأة نفطية في جازان؟ وهذه الزوارق أستاذ جميل انطلقت من جزيرة يمنية. طبعا يعني كما تعلم يعني لا شك أنه في البداية لا شك أنه تدمير الزورق المفقة هذا يعكس نجاح قوات حرس الحدود السعودية ومدى يقظتها ودقة تصويبها في أعطاب الزورق وتدميره الذي كان يحاول استهداف إحدى منشآت أرامكو في جازان. هذا يؤكد أيضا وهذا إجابة على سؤالك مدى جاهزية القوات المسلحة السعودية واستعدادها ويقظتها للتعامل بسرعة ضد من يحاول استهداف حدود وسيادة المملكة في أي زمان أو أي مكان. وكما تعلم يعني انه ليس جديدا يعني محاولات الاستهداف للحدود السعوديه او اختراق السياده السعوديه بطرق اجراميه عده، ويعني على راس هؤلاء يعني الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح وكذلك التنظيمات القاعده والمتطرفه. واليوم هذا يعني عمل يؤكد مدى جاهزية القوات المسلحة السعودية ودقتها وأيضا يقظتها لحماية الحدود. وهذا الاستهداف أنا من وجهة نظري أنه يعني الجعجعة الحوثية نسمعها كثيرا يعني لإرضاء يعني لإرضاء سيدتها إيران، ومثل هذا العمل يشير إلى أنهم يواجهون متاعب في الداخل بعد تضييق الخناق عليهم سواء في المدن والمحافظات اليمنية جراء ضربات قوات التحالف المتلاحقة لهم. يعني نعرف أنه رجال الأمن نجحوا كثيرا وأيضا قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تنجح أيضا في تدمير كل المنصات أو الصواريخ أو المنشآت العسكرية الحوثية وكشف حيلهم أيضا الخبيثة ولقنة الحوثيين ومن يقف ورائهم درسا عمليا بهذه السرعة في تدمير هذا الزورق. نعم. هذه الجماعة كما تعلم التابعة لإيران تحاول الإضرار بالمملكة ولو في سياق الحرب النفسية يعني، وهذا أشبه بهروب إلى الأمام جراء الهزائم والضربات المتوالية. وأيضا ما تواجه هذه الجماعات يعني وأيضا المخلوع معها من الشعب اليمني من رفض وأيضا استنكار لأعمالهم الإجرامية. نعم أستاذ جميل، عذر عن مقاطعة، أنت تحدثت أن إيران لها اليد بالتأكيد، ولكن في بعض المحللين السياسيين تحدثوا أن الزوارق المفخخة صناعة إيرانية وهذه الإمكانيات لا تأتي إلا من إيران. إلى أي مدى من الممكن تثبت هذه العملية تورط إيران في دعم الميليشيات الإنقلابية في اليمن؟ وأين أيضا المجتمع الدولي عن إيران؟ يعني كما تعرف يعني إيران لا شك أنه في خبراء إيرانيين وهذا معلن رسميا إيرانيين موجودين مع الجماعة الحوثية وكذلك من جماعة حزب الله التابعة لإيران أو في عهدة إيران، وهؤلاء يعملون أيضا وفق مخطط وأيضا ممارسات من أجل أيضا اختراق الحدود السعودية واستنزاف المملكة. ميليشيات الحوثي يعني في طغيانها واستكبارها عاثت في الأراضي اليمنية فسادا وخرابا. نعم. وكل ذلك من أجل تنفيذ المخططات الإيرانية في المنطقة متخذة من أيضا من رمزية اليمن بالنسبة للعرب، وتحاول قدر الإمكان أن تجعل من الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية والدول الخليجية وهي اليمن أصل العرب طريقا للفوضى والخراب والتدمير. لكن أيضا العمل الذي قامت به اليوم وأعلنت عنه وزارة الداخلية وإحباط الهجوم بواسطة هذا الزورق المفخخ أنا أعتقد أنه يعني يعطي درس عملي حقيقي لهذه الجماعة. تعرف هؤلاء الخونة يعني لبلادهم. نعم. ولجيرانهم. صحيح. سبقا هددوا حتى بالاستيلاء على مكة والمدينة، وهذه الأعمال من ضمن الحرب النفسية الغبية التي يحاولون استخدامها، لكنها لا تنطلي لا على قوات التحالف ولا على المملكة العربية السعودية ولا أيضا على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي هناك قرار يعني رقمه 2216 وهو أيضا يستنكر كل ما قامت به الجماعة الحوثية، وهذا القرار واضح في عادة الشرعية ولا شك أنه يعني هذا من الأمور التي تقوم عليها كثير من المسلمات في اليمن. قرار عاصفة الحزم كما تعلم لم يأتي من فراغ بل لإيقاف تمرد هذه الجماعة الإرهابية لإعادة الحكومة الشرعية
والسلام لأراضي اليمن، وهو إجراء ضروري يعني لم يأت مباشرة، من أتى بعد تبادل مشيئة الحوثي في الطغيان والاستكبار. نعم، كان معنا من جدة رئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الذيابي، شكرا جزيلا لك أستاذ جميل على هذا التفصيل وعلى هذا التحليل.